حصان ملازم ثاني تابع هي كتيبة 160 تابع رأس الأركان العامة للحماية والحراسة. احنا الوقت الحالي احنا موجودين في المناطق الصحراوية وتخرجنا على خرجنا على هذه المعلومة اللي أعطوه لنا طبعا طلعنا عن طريقها وقاعدين نتجولوا في الوديان القريبة على المكانات اللي أعطونا عليها المعلومة والدين نعتبر اليوم هذا ثاني يوم في هذه المناطق الصحراويه لعند الان ما تواجهناش احنا اي معلومه ما فيش اي دليل ثابت مثلا نقول نقدر نعطوا نقول احنا تلاقينا احنا اليوم او شفناهم او في حاجه صحيحه لعند ساعه الان وتعتبر المجموعه كامله متوجهه للمكانات اللي اعطونا عليهم التعليمات على حسب اللي جاتنا من رئيس الاركان العامه ونقول ان شاء الله كده نطمنوا اهلنا وناسنا نقول ان شاء الله الاخبار يعني تكون طيبه وان شاء الله نقولوا ما فيش منا يعني نقول الكلام هذا لكن في نفس الوقت احنا كرجال امن بنطلب تعليمات ومعلومه وبنامنوها ان شاء الله ونامنوا المكان ونعطيكم التقارير الرسميه ان شاء الله انه المواطن ان الامور طيبه والحمد لله لعند الان يعني الامور الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتيبه 166 الحمايه والحراسه الضابط ملازم ثاني صلاح الدين عبد الله السبتي. احنا افراد كتيبه 166 قمنا بدوريات من رئاسه الاركان متحركه وتكليف من رئاسه الاركان وقمنا بالتمشيط في الوديان وكان زي ما يقولون في الشائعات ان في تنظيم الدوله وخروج تنظيم الدوله قمنا بالدوريات في جميع الوديان وان شاء الله ما فيش منا كلام هذا ولا في دواعش ولا في ان قوات ارهابيه يظهرون في الوديان والامور باذن الله طيبه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أنا عطية صالح روياتي تبعية كتيبة 166 جتنا إخبارية بأن في دواعش موجودين بمنطقة نسبة والوديان المجاورة لمدينة نسبة وفي الوديان الموجودة ببن وليد فتوجهت كتيبة 166 للحماية والحراسة لهذه الأماكن اللي وردتنا عليها الاخباريه ان الدواعش موجودين بها فموجودين احنا حاليا وما فيش تواجد ابدا لداعش ابدا ما مش موجودين وقاعدين حاليا وزايدين ان شاء الله باذن الله متوجهين ليهم ان شاء الله لكن الى الان ما فيش اي حد ما فيش حتى جره ليهم يعني ما فيش اي شيء ليهم وباذن الله متوكلين وقاعدين احنا في جولتنا متوجهين الان ان شاء الله الى داخلين الوديان نسمة الان احنا موجودين في وديان بن وليد حاليا وان شاء الله باذن الله الان متوجهين الى وديان نسمة باذن الله وان شاء الله ربي يحفظ ليبيا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على التكليفات الصادرة من السيد وزير الدفاع والتعليمات رئيس الأركان بمهمة تأمين خط النهر أو تأمين خزان النهر، قامت مفرزة من الكتيبة 166 بدورية استطلاعية بوجود معلومات أن خلايا إرهابية تتنقل من مناطق الشوير في القريات، وبالتالي قامت المفرزة هذه بتمشيط الوديان بحيث أن تأكيد المعلومة بوجود أن إرهاب، وبفضل الله تمكننا من تمشيط المنطقة بالكامل ولا وجود لهذه المجموعات الإرهابية ولا وجود لأي شيء. والآن الدورية على طريق خط النهر كامبو 50 الشويرف، والحمد لله رب العالمين، يعني الأمور طيبة ونبشر هلنا وناسنا أن الأوضاع 5/5 بإذن الله، والله أكبر ولله الحمد وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزير والشكر الموصول لإذاعة الرسمية على متابعتها وعلى مواكبتها للمهام المكلفة بها 166 كتيبة 166 للحماية والحراسة، مكلفة من قبل سيد الرئيس سيد وزير الدفاع بحول سيد وزير الدفاع بالتنسيق مع سيد رئيس أركان العام للجيش، وذلك لتغطية وذلك لحماية وحماية صمامات النهر الصناعي وحماية منظومة النهر الصناعي. بعون الله انطلقت مجموعة من السيارات وعددها حوالي 20 سيارة وبأفراد قوامهم من ما يقارب 60 فرد، وذلك لحماية الصمامات و تغطية الطريق الرابط ما بين الشويرف ونهاية بال 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 بمنطقة اللود. وحاليا احنا موجودين طبعا في بوابة شرطة عسكرية سابقا. الشكر موصول مرة ثانية لإذاعة الرسمية
الإذاعة الرسمية على هذا المتابعة ولا هذا على تغطية هذه المهمة. بارك الله فيكم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نود أن نوه للإذاعة الرسمية بأن الكتيبة 166 مستمرة في
مهمتها لليوم الثالث على التوالي بعون الله في ملاحقة المجموعات المتطرفة أينما كانت وحيثما وجدت، وبعون الله بعون الله لن يهدى لنا رأي ولا حال إلا 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 إذا فتشنا الأماكن التي يمكن التواجد فيها في 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 المناطق المحتمل التواجد فيها هذه المجموعة المتطرفة. بعون الله لن نتنازل عن 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 أي شبر في 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 وطننا الحبيب في سبيل تنظيف هؤلاء المجموعات المتطرفة الخارجة عن القانون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دامت ليبيا موحدة. شكرا لإذاعة ليبيا الرسمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا أفراد كتيبة تمييز 66 ضباط وضباط صف قاعدين متواجدين في دوريات مستمرة في اتجاه الجنوب في الصحراء هذه وفي الوديان، والآن دوريات مكثفة في منطقة وادي اللود، وبإذن الله من جورها بإذن الله من تمشيط يدعون مجموعات إرهابية في التمركزات الوديان، والآن بدأنا في التمشيط ومكملين في التمشيط بإذن الله ربوع الصحراء الليبية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على التكليف الصادر إلى الكتيبة 166 للحماية والحراسة بالتنسيق مع سيدي رئيس أركان العامة للجيش، نحن متواجدين الآن في فوار اسمه فوار الرمل، المكان الذي كان يلجأ إليه المجموعات الخارجة عن القانون، المجموعات المتطرفة ما يسمى داعش. بعون الله سنلاحق هؤلاء الفلول أينما تواجدت وحيثما كانت، فنحن بعون الله حماة الوطن وجاهزون لأي تكليف يصدر إلى الكتيبة 166 من خلال رئاسة الأركان العامة للجيش. بعون الله بعون الله جاهزون دائما. وعلي السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للإذاعة الرسمية على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه المهمة المكلفين بها في متابعة تغطية مطارد هؤلاء الفلول أينما كانوا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء تعليمات سيد رئيس الأركان بالتحرك في المنطقة الممتدة الشميخ القريات الشويرف بوجود تحركات إرهابية في منطقة الوديان، قامت الكتيبة 166 بتنفيذ عدد من الدوريات في وادي زمزم، وادي مرسيط، تجمل المنطقة الممتدة اللي هي بين شويرف القريات، رجوعا لكامب 50، ونفذت عدد من الدوريات بمنطقة اللود بنجيم صحراوية في وادي الرمل، فوار نموس، فوار رتم، المنطقة الممتدة اللي هي بين مصراتة سرت بنجيم الشويرف القريات في المربع الصحراوي كامل. قامت عدد من الدوريات الصحراوية والآن هو في منطقة بنجيم، والأمور الحمد لله لا وجود لأي خلايا إرهابية ولا وجود لأي أجسام يعني إرهابية، والحمد لله نطمن أهلنا ونطمن كافة الناس أن الأمور ممتازة ولا وجود لأي إرهاب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العميد الصديق سالم أحمد الفنس. بناء على التكليف من سيدي رئيس الأركان العامة، قامت الكتيبة 166 للحماية والحراسة بدوريات في المنطقة الواقعة بين مصراتة بن وليد الجفرة سرت بتمشيط هذه المنطقة كاملة من الفلول المتطرفة والخارجة عن القانون. ونشكر إذاعة الرسمية في هذا اللقاء.